أكيد أي حد يقف ويشوف العدد المذهل ده من الشباب والحماس والفرح والحب لازم يكون سعيد، وأنا أعتبر نفسي محظوظ أنه أكون في هذا الجيل اللي ربنا بيديله فرصة أنه يجتمع في مثل هذا المكان مع مثل هذا العدد ومع كل هذا الحماس. أنا بعتبر أن ده شيء أنا محظوظ أني عشت وشفت الأيام دي، وبشكر ربنا وبرجو أن ربنا يدينا أكتر وأكتر. أنا موضوعي النهاردة معاكم عن المسيح، صورة الله غير المنظور. بس قبل ما أتكلم عن المسيح كصورة الله، على قلبي حاجتين عايز أشارك بيهم بسرعة شديدة علشان ما أخدش من وقت الموضوع بتاعي. الحاجة الأولانية، وإحنا بنشوف المكان الرائع اللي إحنا فيه وبنلقينا أخيراً مكان يجمعنا كلنا مع بعض، مكان يجمعنا من كل الطوائف، مكان يجمعنا بحب علشان نسمع كلمة ربنا، أعتقد إن دي هدية كبيرة من ربنا لينا، مش كذا؟ كم واحد بيصلي من أجل بيت الوادي هنا ويشكر ربنا معايا لأجل بيت الوادي، المكان اللي أخيراً بيلمنا وبيجمعنا. بس ما تنسوش أنه علشان يكون في مكان زي كده ما كانش مجرد حلم، لكن كان في صلاة، كان في تعب، كان في عرق، كان في تضحيات، كان في وجع، ولغاية النهاردة أكيد المسؤولين بيتوجعوا، بيتحربوا، بيحلموا، بيفكروا، وأكيد بيصلوا علشان ربنا يديم هذا المكان مفتوح لكي ما تزاع منه كلمة الله. أمين. أنا هطلب منكم نقف مع بعض ونصلي من أجل الرجل اللي ربنا استخدمه لكي ما يكون لنا هذا المكان. تعرفين مين الرجل ده؟ أرجو من الأسيس الحبيب سامح أنه يتفضل هنا علشان كل الناس دي تصلي من أجله، علشان نقول لربنا إحنا متشكرين يا رب أنك اديتنا حد يحلم، ومش بس يحلم لكن كمان يجاهد ويكافح. زي ما قال المسيح المبدأ ده هيفضل دايماً، آخرون تعبوا، تنسوش الآية دي، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. إحنا في كل مرة بنتمتع بشيء لازم نفتكر إن في ناس تعبت. أسيس سامح، أنا بالنيابة عن كل المؤمنين اللي بيحبوا ربنا، اللي بيحبوا ربنا بإخلاص، اللي بيحبوا ربنا بس علشان هو ربنا، أنا بالنيابة عنهم وعن مؤمنين كتير بقول لك متشكرين. واعلم يقينا تعبك في الرب ليس باطلا. أنا متأكد من مشاعركم، لكن أنا شوية يعني أهم عندي من المشاعر الصلاة، فأنا نفسي نرفع إيدينا كلنا على هذا الرجل ونطلب من الرب حماية، حكمة، بركة، تأييد، ستر، ستر. يا رب احنا بنصدق كل كلمة في كتابك ومصدقين المكتوب الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، ومصدقين أن هذا الرجل من زمان قال أقول للرب أنت ملجئي إلهي فأتكل عليك، ومكتوب يا رب يتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. رب الحبيب يسوع، أقترب إليك كواحد من تلاميذك الذين يحبونك مع كل إخوتي المخلصين، رافعين هذا الرجل بين يديك، ولنا يا رب رجاء
أن تكون الأيام القادمة أفضل من كل ما مضى، كما وعدت قديما تكون آخرتك أفضل من أولاك، وأن يكون عملك واستخدامك وحمايتك وملء روحك بالحب، بالغفران، بالحكمة، بالقوة أكثر من كل السنين الماضية. ربنا يسوع، نحن نؤمن بما قاله عبدك: الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. أبانا في اسم المسيح، نستودع أخانا بين يديك لرؤى جديدة، أحلام جديدة، قيادة جديدة، وبركة جديدة في الأيام القادمة. نسأل ونثق أنك استجبت، لأننا نسأل في اسم يسوع. آمين آمين. لكن طبعا وأنا هوعظ عن يسوع وأشعر بأنه يعني تروح فين وتيجي منين وتعمل إيه وانت عايز تتكلم عن يسوع، فعلا أشعر بالخوف وبالرعدة وبالخشية إني أبوظ الصورة الجميلة اللي الكتاب المقدس رسمها. وإحنا واقفين برضو أرجو أن احنا نصلي لأجل الوقت اللي جاي، أن ربنا يديني حكمة علشان ما شوهش أي شيء في صورة يسوع، لكن أنجح أني أنقل صورة ولو قريبة من الحقيقة. وأطلب من الأسيس سامح أنه يصلي لي. مدوا يدك عليه هو المرة دي. أشكرك عشان ابنك يا رب، وإناءك المختار اللي انت اخترته وبوقت في فمه ليعلم شعبك طرقك ويتكلم بكلام الحق وينير الأذهان والعقول والقلوب. ادي كلمة النهاردة مش بس لينا وإحنا قاعدين هنا، لكن للملايين الذين يشاهدوننا. كلمة الحياة، استنارة لعيون أذهاننا يا رب، فرح القلب وإحنا بنرى يسوع صورة الله غير المنظور. أشرق أشرق على أذهاننا، أشرق على قلوبنا، أشرق علينا بهذا الجمال والجلال يا سيدنا الرب، فنحبك ونتعلق بيك ونجري خلفك كل الأيام بفخر بمهابة بخشوع وتواضع. امسح عبدك يا رب، امسح عبدك بالروح القدس. هو إناء أمامك مفتوح يفغر فاه، فاملأه، املأه كلمات من قبلك في اسم المسيح. آمين. آمين. انتوا بتقعدوا بسرعة ليه؟ انتوا تعبانين من الوقفة؟ طيب. آخر حاجة وقفكم فيها وبعدين هتقعدوا براحتكم. ما أقدرش أقرأ الكتاب المقدس وإحنا قاعدين، علشان كده أرجو أن احنا نسمع بكل حب واحترام لكلمة الله. وهقرأ من ثلاث أماكن في الكتاب المقدس. مكان الأول من رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 4. ثلاث مرات أنا اخترت الثلاثة دول بس من أماكن كثيرة بيذكر فيها صراحة أن يسوع هو صورة الله. كورنثوس الثانية أصحاح 4 بيقول في عدد 3: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. من هو المسيح؟ الذي هو صورة الله. هذا نص، هذه آية عندنا. من هو المسيح؟ الذي هو صورة الله. المكان الثاني من رسالة فيليبي أصحاح 2 اللي أعتقد أن نادر أرى منه مبارح. فيليبي 2 يتكلم عن يسوع المسيح الذي أخلى نفسه، بعدين بيوصف إمتى يسوع وفي أي حال كان يسوع عندما أخلى نفسه. فبيقول في عدد 5 من فيليبي 2: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. اسمع، قبل ما يقول أخلى نفسه بيقول الذي إذ كان
في صورة الله وهو قائم وكائن في حالة صورة الله من الأزل، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لم يحسبه مغنما يتطلع إليه أن يكون معادلا لله، لأنه هو قائم من الأزل في صورة الله، لكنه وهو في هذا الوضع أخلى نفسه. إذن كورنثوس الثانية بتقول الذي هو صورة الله، فيليب 2 بتقول أنه كائن من الأزل في صورة الله، أي المعبر عن الله من الأزل. لكن الجزء الأخير من كولوسي 1 آية كمان، أبدأ القراية من عدد 14، بيقول عن يسوع الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. بعدين يقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل في يسوع، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. آخر آية هقراها من رسالة العبرانيين أصحاح 1، ما بيجيش فيها كلمة صورة لكن بتيجي كلمة رسم، وهي ربما تريد أن تصل بدقة أكثر لمن هو يسوع المسيح. فبيقول في أصحاح 1 من رسالة العبرانيين، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. مين ابنه؟ يسوع، الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. يسوع رسم الجوهر الإلهي، الجوهر القائم الذي لا يرى، هناك رسم لهذا الجوهر في شخص يسوع المسيح. الجوهر لا يرى لكن رسم الجوهر في ملء الزمان رأيناه، فيسوع هو بهاء المجد. تستطيع أن ترى نور الشمس لكن لا تستطيع أن تحدق في الشمس نفسها، تستطيع أن ترى رسم الجوهر لكن الجوهر مستحيل أن يرى. الله جوهر لا يرى لكن له صورة وله رسم في شخص يسوع المسيح، فيسوع المسيح هو بهاء مجده ورسم جوهره. ولأنه واحد في الذات الإلهية فهو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. والشيء العجيب أنه بعدما صنع بنفسه الأشياء العظيمة يصنعها الله بنفسه، فالخلق يصنعه الله والفداء أيضا يصنعه الله، صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي. هذه هي كلمة الرب، فدعونا نشكر الرب ونثق أنه يفتح قلوبنا ويعطينا فهما. أبانا مع إخوتي أنتظر إعلانك عن يسوع لي ولهم ولكل أحباء المشاهدين في اسم المسيح، آمين. تفضلوا. أنا عايز أبدأ بفكرة عن أثر يسوع المسيح في التاريخ، وبعدين أحاول أشرح لماذا هذا الأثر، ومن يكون هذا الشخص اللي كل المؤتمر السنة دي بيدور حول السؤال الذي هو سأله، من يقول الناس إني أنا هو ابن الإنسان؟ رأيك إيه في يسوع؟ مين هو يسوع المسيح؟ وأنا الحقيقة نفسي إنه كل شخص سواء كان مؤمن بالمسيح أو غير مؤمن بالمسيح إنه يجتهد أن يجيب عن هذا السؤال، من يكون يسوع المسيح؟ بغض النظر عن موقفك بعد كده، بس على الأقل علشان يكون موقفك مبني على علم
وليس مبني على جهل. فإذا آمنت به تكون مآمن به بناء على علم يقيني بمن تؤمن، مين هو الشخص اللي انت آمنت به. أنا أعتقد أن محدش منكم أبدا يقبل على نفسه أن يكون مآمن بشخص هو مش عارف مين هو وإيه طبيعته، ولا أعتقد أن يسوع يفرح إذا كنا نآمن به وإحنا مش فاهمين مين هو يسوع. بولس الرسول بيقول في تيموثاوس 2:1، اسمع الآية دي من فضلك، لأني عالم مش بما أمنت، كل الناس تعلم بما تؤمن، أرجو هذا، لكن بالنسبة لي كمسيحي لست أعلم بما أؤمن، لكني أعلم بمن أؤمن، فأنا أعلم من هو يسوع، ويسوع يريدني أن أعلم من يكون وليس أعلم حقائق عن يسوع. فلا أنت تقبل على نفسك أنك تآمن به وأنت مش عارفه، ولا هو يقبل على نفسه أن أنت تآمن به وأنت مش عارفه. من ناحية تانية، أنت ليك كل الحق كل الحق كل الحق أنك ترفض يسوع، وزي ما بقول بكل قلبي 3 مرات، ليك كل الحق أنك ترفض يسوع. محدش يقدر يفرض عليك تآمن بمين وترفض إيه وما ترفضش إيه، لسبب بسيط، لأن بنحترمك كإنسان، حضرتك إنسان إنسان، وأكرم ما فيك كإنسان هي حرية الاعتقاد، أن يكون لديك حرية بمن تؤمن ومن ترفض. بس ليه رجاء قبل ما ترفض يسوع تعرف مين هو اللي أنت بترفضه. وأعتقد ده أبسط ما تتطلبه، لا أقول العقل، بل ما تتطلبه الأخلاق السليمة، إنك ما ترفضش حد وإنت مش عارف هو مين. وتحتاج إنك تسأل نفسك، أو الحقيقة مش تسأل، تجاوب عن السؤال اللي يسوع سأله، من يقول الناس إني أنا؟ رب يسوع بيوجه لك هذا السؤال، أنت رأيك إيه فيا؟ أخاف إنك لما تقابله في يوم من الأيام كل اللي عندك تقول له قالوا لي عنك، يقول لك وانت ما اجتهدتش ليه تعرف ما هي حقيقتي. ما هو أثر يسوع المسيح في التاريخ؟ لو حبيت أدي محاضرة كاملة على الموضوع ده أدي وأنا مستمتع، لكن أنا هقول حاجة أو حاجتين بسرعة شديدة. في واحد مؤرخ أنا شخصيا بحترمه، بثق في تدقيقه، اسمه جيروسلاف بيليكان، ده أستاذ ومؤرخ عظيم في جامعة ييل، الجامعة المحترمة الموجودة في أمريكا. اسمع الرجل ده قال إيه؟ قال بغض النظر عن ما تؤمن أو ما تعتقد به من جهة يسوع المسيح، لا يلزمني لأن لست رجل دين، هذا المؤرخ لا يتكلم من ناحية دينية، ليس بمبشر، فبيقول ما يلزمنيش أنت بتؤمن بي ولا ما بتؤمنش، بتعتقد فيه ولا ما تعتقدش، وإذا كان إيمانك فيه صحيح ولا مش صحيح مش دي قضيتي خالص. أمال إيه قضيتك يا جيروسلاف بيليكان؟ قال لا يستطيع أحد أن ينكر أن يسوع الناصري هو الشخصية رقم 1 بدون منازع في تاريخ الحضارة الغربية. كان هذا الرجل يؤرخ للحضارة الغربية على مدار 2000 سنة، فبيقول في كل تاريخ الحضارة الغربية لمدة 2000 سنة تبرز شخصية يسوع على القمة بدون منازع أو منافس. وبعدين قال كلمة غريبة، قال لو تخيلنا سوبر مغناطيس عنده القدرة أن يلتقط كل صفحة من صفحات التاريخ، كل قصاصة من قصاصات التاريخ كتب عليها اسم يسوع، يقول لا أعتقد أنه سيتبقى شيء. إذا تخيلت مغناطيس يلتقط كل قصاصة من التاريخ 2000 سنة في الحضارة الغربية، كل قصاصة كتب عليها اسم يسوع، هذا المؤرخ الذي لا يتكلم من منظور مسيحي يقول لن يبقى من التاريخ شيء. سؤال، هذا الأثر العظيم، ممكن واحد يقول طب ما هتلر ساب في الدنيا أثر، صح؟ هتلر وصدام حسين ساب أثر ولا ما سابش؟ أنا لسه جاي من العراق قريب، الحقيقة شفت بعناية
في أثر، وجنكيز خان وهولاكو، وياما شخصيات ظهرت في التاريخ وتركت أثر. فالفكرة مش إنك بس تترك أثر، لكن السؤال ما هو نوع الأثر الذي تركه يسوع المسيح في التاريخ؟ ما هو الأثر الذي تركه يسوع المسيح في التاريخ؟ مش عارف الحقيقة أتكلم عن إيه ولا إيه ولا إيه، لكن أتكلم عن حاجة واحدة بس، العلم، الجامعات، النور، التحضر، الرقي، انفتاح العقل، التفكير السليم، العمق، احترام الآخر، احترام الفكر واحترام العلم. يا هل يسوع المسيح من أثر في هذا الأمر؟ هذكر لك حاجات سريعة كده وانت فكر فيها على مهلك. على باب جامعة أكسفورد، على أبوابها، شعار جامعة أكسفورد، الجامعة العظيمة العريقة، مكتوب باللاتيني كلمة ترجمتها الرب نوري. من أين أخذوا هذه العبارة؟ ومن هو الرب الذي هو نورهم؟ كانوا قصوصاً، كانوا خداماً، كانوا يؤمنون بيسوع رباً ويقولون عنه الرب نوري. وقامت جامعة كامبريدج التي تنافس أكسفورد في عظمتها وعراقتها، وعلى درع الجامعة مكتوبة هذه العبارة: هنا أتينا لكي نحصل على الاستنارة والمعرفة المقدسة. وماذا يقصدون بالمعرفة المقدسة؟ يقصدون معرفة الكتب المقدسة. هكذا تأسست أكسفورد، وهكذا تأسست كامبريدج. وإذا تركت إنجلترا العريقة وذهبت إلى أمريكا، وأذهب إلى أعرق جامعات أمريكا، هارفارد التي تأسست في 1663. هارفارد العريقة أسسها القس جون هارفارد، أسسها قس. وعندما وضعوا ميشن الجامعة سنة 1643، كانت الميشن، كانت الغرض والإرسالية بتاعت الجامعة، اسمع هذا نص الإرسالية، يقولون هكذا: أقيم هذا الصرح لكي يكون هناك تقدم في التعليم للأجيال التالية، لكي نضمن لأولادنا خداما مسيحيين مستنيرين يحملوا الراية بعد رحيل جيل القصوص الحالي. لقد تأسست هارفارد من أجل تعليم مسيحي صحيح. على درع الجامعة توجد هذه الكلمات العجيبة باللغة اليونانية: Veritas Christos Ecclesia، الحق، المسيح، الكنيسة. وكانوا يرسمونها على ثلاث كتب: كتابان متجهان لأعلى، وكتاب متجه لأسفل، لكيما يقولوا أن الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس أعلى حتى من إمكانية المنطق البشري. هكذا تأسست هارفارد. وماذا عن ييل؟ جامعة ييل العظيمة دي تحفة تانية. جامعة ييل العظيمة مكتوب على درع وختم الجامعة كلام غريب، مكتوب الحق والنور، لكن من فوق مكتوب بالعبري الأوريم والتميم. وأي قارئ للكتاب المقدس يعرف أن الأوريم والتميم هي ما كان يحمله رئيس الكهنة على قلبه ليعرف شعب الرب مشيئة الرب. وكأن جامعة ييل عندما تأسست كان الغرض من المؤسسين هو أن يعرف شعب الرب النور والحق من خلال رئيس الكهنة العظيم شخص يسوع المسيح. وماذا عن جون هوبكنز؟ واحدة من أعظم جامعات العالم ولا سيما في مجال الطب. على بابها يستقبلك هذا الشعار ختم الجامعة: تعرفون الحق والحق يحرركم. هذا هو أثر يسوع المسيح. إني لا أرى أثرا ليسوع المسيح حيث يوجد الظلم، حيث يوجد القهر،
حيث توجد الخيانة والغدر، لكني أرى أثرا ليسوع المسيح في كل ما هو نبيل وراقي وسامي وتحضر لكل ما هو نبيل في هذه الحياة. ابحث عن كل شيء جميل وخير ونبيل، ابحث عن قبول الآخر وحب الآخر واحترام الآخر والبحث عن خير الآخر، ستجد يسوع المسيح وراء كل شيء نبيل. كثيرا ما كررت وسأظل أكرر، لأني أعتز بهذا الشخص وبما قاله لي شخصيا في مكتبه، صحفي مصري شهير، رجل محترم، سألني السؤال اللي كررته كتير، قال لي يا دكتور هو المسيح عاش كم سنة على الأرض؟ قلت له 33 سنة. قال لي لا، اللي عاشهم بين الناس. قلت له 3 سنين. قال لي 3 سنين 2000 سنة لسه العالم بيأكل من خيرهم لغاية دلوقتي، بيأكل من خير 3 سنين. بعد ما كنت هممت بالخروج وقفت وقلت له لا من فضلك اشرح لي، أصل الشخص ده غالي عليا حبتين، وكلامك عنه يعني خد عقلي. إيه اللي تقصده حضرتك بناكل من خيره لينا 2000 سنة؟ قال لي ابحث عن كل ملجأ، ابحث عن كل مستشفى، ابحث عن كل خدمة حقيقية للفقراء، ابحث عن كل رقي، ابحث عن كل شيء نبيل، ستجد وراءه اسم يسوع المسيح. هذه حقيقة شهد بها هذا الرجل، لأنه كان أميناً، أميناً أخلاقياً، مش أقول أميناً عقلياً، لكن أميناً أخلاقياً، فشهد للحقيقة. إخوتي الأحباء، يسوع المسيح هذا الشخص العظيم، قال عنه جيمس ألن في مقولة معروفة في كتاب عنه سنة 1929، يقول جيمس ألن هذه الكلمات، اسمع: طفل ولد في أحقر قرية في أفقر بلد من فتاة ابنة فلاح بسيط، ولد في مذود للبقر، وانتقل سريعا من قرية حقيرة ليعيش في قرية أحقر، نما فيها فقيرا فقرا مدقعا، لم يتعلم في مدرسة ولم يدخل جامعة، لكن كل ما استطاع أن يفعله اشتغل بيديه عاملا بسيطا في دكان نجار، وظل يشتغل باجتهاد حتى أتم 30 من عمره. وعندما أتم 30 خرج ليعمل مبشر متجول في الشوارع، لم يسافر أكثر من 200 ميل بعيدا عن قريته الحقيرة، يسير في شوارع مملوءة بالطين، لا يعرف شيئا عن العالم الخارجي وروما العظيمة، ولم يؤلف كتابا، ولم يرفع سيفا، ولم يعلي صوتا، ولم يجرد جيشا، ولم يجمع مئات وأتباعا حوله لكي يحموا ويدافعوا عنه ويحققوا مأربه. عاش شخصا بسيطا، تعرض للاغتيال 6 مرات وفي 7 قتلوه. أعز الأحباء أنكروا، وواحد من تلاميذه خانه، وعندما مات لم يكن يملك شيئا سوى ثوب لعبوا عليه قمار علشان يشوفوا مين اللي ياخده. ثم أشفق عليه صديق فدفنه في قبره الشخصي، أي لم يدفن في قبر يمتلكه. عاش سيدي يسوع المسيح، لم يملك بيتا ولم يملك قبرا. عاش إبراهيم غريبا، لكنه اشترى قبر في النهاية، لكن يسوع المسيح لم يكن له أين يسند رأسه في حياته، ودفن في قبر مستعار بعد موته. ثم يقول هذا الرجل: ومع هذا اسمع، فكل الجيوش التي غزت، وكل الأساطيل التي أبحرت، وكل البرلمانات التي عقدت، وكل الجامعات التي بنيت، لم تترك أثرا في الإنسان كما ترك يسوع المسيح. هذا الفقير، هذا الفقير،
هذا الشخص الذي لم يرفع سيفا ولا رفع صوتا. يقول عنه الكتاب: لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. إذن كان يغزو القلوب بالنبل، بالحب، بالعطاء، بالغفران، بقبول الرجل والمرأة، بقبول السامري واليهودي، بقبول المرأة الفينيقية، بدخول بيوت الخطاة والعشرين. لم يكن يسوع المسيح متحيزا أو يحيز جنس عن جنس أو يفضل إنسان عن إنسان. قص لنا قصة العشار الذي يبيت في بيت يسوع، قص لنا قصة الفريس المتدين الذي يرفضه يسوع، قص علينا قصة الأب السماوي وهو يحتضن الابن برائحة الخنازير. كان يسوع يعلمنا الحب والغفران والنبل وعدم التحيز والرقي وانفتاح القلب وانفتاح العقل. يطرح الأسئلة، 240 سؤال كان يطرحها على الناس في الشوارع ليجبرهم على التفكير وأن يفكروا فيما يقول. هذا ما فعله يسوع المسيح، لهذا ترك الأثر العظيم. لكن ربما حد بيسمعني يقول: بس حيلك شوية، انت اتكلمت عن أثره في الجامعات الغربية اللي ما زالت تحمل هذه الشعارات، بس انت مش واخد بالك ان الجامعات دي والبلاد دي انحرفت عن المسيح وابتعدت عن المسيح. اقول لك صح، الحقيقة صح، في 50 سنة الأخيرة بعدوا خالص عن المسيح، رفضوا المسيح. وتنبأ عنهم واحد منهم، جي كي تشسترتون، أعظم مفكر الإنجليز في 20th century، تنبأ في بداية 20th century وقال أن أوروبا ستتحول عن المسيح. بس قال كلمة غريبة، قال: وعندما يرفضون الإيمان بالله المعلن في الكتاب المقدس في يسوع المسيح سيؤمنون بكل شيء وبأي شيء. ويا حزني عليك يا أوروبا، من ليل بهيم ينتظرك، ومن ظلام ثقيل سيحل عليك، ومن دمار سيأتيك، لأنك رفضت شخص يسوع المسيح. لكن من جانب تاني عايز أقول أنه هذا يحسب للمسيح، لأنه لما أوروبا قبلته دخل، ولما أوروبا رفضته لم يجرد جيشا أو لم يجد من يرفع عنه سيف. اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي عايز يسيب يسيب. أوروبا ترحب به، يدخل يدخل، وجون ويسلي يكرس في شوارعها، وألمانيا تطلع لنا رجال عظماء يذهبون للعالم يحزمون أمتعتهم في نعوش. تخيلوا، كانوا البيوريتان، كانوا المرسلين الألمان يذهبوا إلى المناطق المميتة يكرزون ببشارة الحب، يقيمون المستشفيات والمدارس، واخدين الممتلكات أو الأمتعة بتاعتهم مش في شنط، في نعوش، عشان يوفروا على الناس ثمن النعش اللي هيحطوه فيه لما يهلك حياته هناك من أجل يسوع. ذهبوا للناس بالنعوش وليس بالسيوف، ذهبوا بالحب والعطاء لآخر قطرة من الدماء، يعلمون ويعالجون ويربطون على المكسور والضعيف والجاهل. وعندما رفضته أوروبا، لا قهر لا قهر. ما أجمل أن يكون الإيمان نابع عن قناعة وحرية عقل وضمير وليس بالقهر. لا نقرأ أن أوروبا أقامت يعني صورا أو سنت قانونا يمنع رفض المسيح. اللي عايز يرفض المسيح يرفض المسيح. بس عايز أقول لك حاجة كمان، بشهادة المخلصين كل شيء جميل ونبيل باقي في أوروبا إنما هو من أثر أخلاقيات المسيح. عندما يفتحون قلوبهم للمسكين والمرفوض والتعيس والبائس، إنما يفتحونها لأنهم لم يزالوا متأثرين. ما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. هذا هو تعليم المسيح، أن يطعم الجائع وأن يضم المسكين وأن يحمي المشرد. ويقول يسوع: ما تفعلونه بهؤلاء فبي قد
فعلتم. الوقت طار مني وأنا بتكلم، مش عايز أسترسل أكتر من كده، لكن عايز أقول السؤال الجوهري اللي كان بيحير عقلي، لماذا هذا الأثر؟ ليه يسوع المسيح أثر في التاريخ أكتر من غيره؟ الدراسات بتقول، دراسات غير المسيحية بتقول أنه أثر في التاريخ أثرا نبيلا أكتر من غيره. السؤال ليه بقى؟ ليه؟ وأنا عايزكم تفكروا معايا. أكيد واحد يقول لأنه عمل معجزات. على عيني وراسي المعجزات بلا شك شيء جميل جدا، بس على فكرة في ناس هيجوا للمسيح في المستقبل ويقولوا له يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ هيقول لهم اذهبوا عني يا ملعين، اذهبوا عني، حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط. يبقى في ناس بتعمل معجزات وما هماش مسيحيين، عشان كده أنا ما أقدرش أقول إن الأثر اللي تركه يسوع المسيح في التاريخ كان بسبب المعجزات. واحد يقول آه فكرة برضو جيدة، يمكن بسبب، مع إنه مع ملاحظة، ما حدش عمل معجزات زي اللي عملها يسوع المسيح. سيدي مش عارف أقول إيه ولا إيه لو حبيت أحكي عن معجزاته، مش عايز أدخل في السكة دي علشان الوقت، لكن بلاش المعجزات. طب تعاليمه سامية جدا. بس الحقيقة لما بدرس التاريخ بلاقي إن في فلاسفة ومفكرين علموا تعاليم أخلاقية نبيلة جدا وسامية جدا، بس لم يتركوا هذا الأثر في نفوس الناس وفي تاريخ البشر. تعليم رقي عن الحب، أكيد في ناس تكلمت كتير عن الحب. تعليم عن قبول الآخر، أكيد في ناس تكلمت عن قبول الآخر. أنا أحياناً أشعر أن بوذا رجل راقي جداً، يعني أعتقد أنه لولا ربنا رحمني من الإلحاد وخلاني مسيحي، فيعني احتمال كنت مايل ناحية بوذا. راجل محترم، راجل بيقدر الآخرين، ما بيعلمش أي حد يكره أي حد. ليس من أجل تعليمه ترك الأثر في التاريخ. إذن واحد يقول بسبب قيامته من الأموات، يسوع المسيح قام من الأموات. أكيد القيامة من الأموات شيء رهيب ولها أدلة كثيرة جدا، أدلة منطقية يصعب رفضها. تخيل أن كان في جماعة خايفين، تعبانين، مرعوبين، واحد منهم أنكر والتاني خان، ملمومين في علية، مغلقين الأبواب، فجأة تحولوا إلى أسود يفتنون المسكونة، يجبون العالم، يغيروا التاريخ، تقع الإمبراطورية الرومانية وهم بيكبروا. على فكرة في الوقت ده كان في ناس كتير قوي بتقول ان هم المسيح مسحاء، كذب كثيرون خرجوا، وكل واحد قال انا المسيح، ولم ناس اكتر من المسيح، وبعدين اتقتل وراح والدنيا خلصت وتفضت. مش معنى حكاية المسيح دي ما تفضتش؟ قيامة؟ اكيد القيامة شيء عظيم، بس صدقني النهاردة انا عايز اقول لك واقول لكل واحد بيسمعني، يسوع المسيح اثر هكذا في التاريخ البشري ليس بسبب معجزاته ولا تعليمه ولا قيامته، مع انحنائي وحبي وتقديري واقتناعي بروعة وعظمة هذه الأشياء الثلاثة، لكن بسبب من يكون هو. ليس بسبب ما قال، ليس بسبب ما فعل، لكن بسبب من يكون هو. من يقول الناس إني أنا مين؟ مش بقول إيه ولا بعمل إيه. اللي قالوا ما حدش قالوا، اللي عملوا ما حدش عمله. يسوع المسيح فريد في كل شيء، لكن ترك هذا الأثر وسيظل يؤثر، ليس بسبب تعليمه ولا معجزاته ولا حتى قيامته، لكن بسبب من يكون هو. انتم معايا يا شباب؟ من يكون هو؟ من يكون هو؟ تعليمه سامية بسبب من يكونه، معجزاته خارقة بسبب من يكونه، قيامته أكيدة لتأكيد ما يقوله عن نفسه من يكونه، قيامته حقيقة عظيمة لكن قيمتها أنها أكدت ما قاله عن نفسه من يكون هو. وهنا يجي السؤال، من يكون يسوع المسيح؟ سؤال من حقك تسأله. هو صورة الله غير المنظور. يعني ايه؟ برضو عايز افهمها. تعرف أأمن حاجة وأحسن حاجة؟ انك تقرأ اللي قاله يسوع المسيح عن نفسه.
اقرأ هو قال إيه عن نفسه إجابة عن هذا السؤال، من يكون؟ وعلشان أسهل عليك القصة اقرأ الأربع أناجيل بس، متى مرقس لوقا يوحنا، اقرأهم الله يخليك، اقرأهم الله يطول عمرك، اقرأهم مرة واثنين وثلاثة، اعمل معروف في نفسك واقرأهم. لا 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 لا، ما هم دول ما اتلعب فيهم. ماشي حبيبي على عيني وراسي، اقراهم وبعد ما تقراهم قول ان هم اتلعب فيهم. ماشي ماشي، زي مثلا تخيلوا كده كل يوم والتاني بتطلع لنا قايمة يقول لك العظماء المئة مثلا يعني، فتخيل ان انا قريت العظماء المئة وما لقيتش اسمي فيهم، فاقول لك دي ملعوب فيها، اكيد هتستسخفني مش كده؟ اكيد هتضحك عليا. مش يعني اقراهم اقراهم، دي وثائق تاريخية يا أخي، عندنا نسخ منها من القرن الثاني الميلادي، تتصور؟ نسخ من القرن الثاني والثالث، عندنا حتة من إنجيل يوحنا محفوظة في جامعة مانشستر من نهاية القرن الأول، عندنا كتابات الآباء في القرن الثاني والثالث موجودة فيها كل الأناجيل الأربعة، اقراهم يا أخي، اقراهم، واقرأ حاجة واحدة فيهم، ماذا يقول يسوع المسيح عن نفسه، من يكون؟ أحسن حاجة وأأمن حاجة وأفضل حاجة خليه هو يتكلم عن نفسه. لما قريت الأناجيل الأربعة لاحظت أنه بيتكلم عن نفسه كتير قوي، بس هأشير إلى أربع أشياء ركز معايا فيه. شيء الأول عن علاقته بالله، شيء الثاني عن علاقته بالزمن، شيء الثالث عن علاقته بالكتب المقدسة أي كتب العهد القديم، وشيء الرابع علاقته بالبشر. هقولك فكرة واحدة في كل واحدة من الأربعة دول يا أخي، هتتصدم صدمة عمرك، صدمة عمرك لما تقرأ هو بيقول إيه عن نفسه من جهة علاقته بالله. هتلاقي كلام غريب جدا، كلام ما فيش شخص عاقل عنده أخلاق بشر عادي يجرؤ إنه يقول الكلام ده. صور واحد يبص لربنا ويقول له كل ما لي هو لك وكل ما لك هو لي، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم، مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل كون العالم. بيتكلم مع ربنا كأنه يعني هو وهو حاجة كده. لا اسمع، طيب واحد بيقول عن نفسه اللي يعرفني يعرف ربنا، من يعرفني يعرف الآب، ويقول اللي شافني شاف الآب، تخيل، من رآني فقد رأى الآب. لا أكتر من كده، يقول لك محدش يعرفني إلا الآب، ومحدش يعرف الآب إلا أنا، ومرة تانية يقول لك أنا والآب واحد. يا جماعة، في حد بشر عادي عاقل وعنده أخلاق يتكلم عن ربنا بالطريقة دي؟ في حد يوصف نفسه بهذه الأوصاف ويجرؤ إنه يقول اللي يعرف ربنا عرفني، اللي شاف ربنا شافني، كل اللي عند ربنا بتاعي وكل بتاعي هو بتاع ربنا، كل حاجة أنا وربنا واحد؟ وبعدين تقول لي ده يعني شخص عادي؟ علاقته بالكتب المقدسة، بص أقول لك حاجة عشان تستغرب وتفكر في اللي بقوله لك ده. المسيح كان مشهور جدا أنه متواضع قوي، صح؟ حد عنده اعتراض على اتضاع المسيح؟ يعني القاسي والداني المؤمن وغير المؤمن يقول لك الحقيقة أنا ما بؤمنش أبدا بأي حاجة أنت بتقولها، بس هو أخلاقه عالية، هو متواضع، ده غسل رجلين تلاميذ، ده شخص متواضع. يس، هو فعلا كان متواضع قوي، بس لما تقرأ عنه يقول لك اسمع، كل الكتب المقدسة دي مكتوبة عني. تخيل تخيل، يعني دي في الطب النفسي بنسميها إيجوسنتريسيتي، يعني تمركز حول الذات، وده شخص مريض نرجسي يحتاج إلى علاج. بيقول لك كل الكتب مكتوبة عني، يقولهم فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. يا عم حاسب، هقول لك على حاجة، يوحنا المعمدان نبي عظيم، صح؟ محدش عنده اعتراض على أنه النبي يوحنا نبي عظيم بشهادة المسيح نفسه. المسيح قال مش نبي عظيم، قال لم يولد من بين النساء نبي أعظم من يوحنا المعمدان. تعرف كل اللي جه عن يوحنا المعمدان في العهد القديم ايتين؟ يسوع المسيح بيقول ان يوحنا اعظم نبي،
جاء عنه آيتين في العهد القديم. يسوع المسيح بيقول كل الكتاب المقدس يتكلم عني أنا. ها أنا ذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني. كل الكتاب المقدس يدور حول العهد القديم 39 سفر مكتوب على مدار حوالي 1000 سنة، كتبه كتاب، عشرات الكتاب في مواقع مختلفة دون اتفاق كانوا يتنبؤون عن يسوع المسيح. قالوا هيتولد ازاي؟ قالوا هيتولد فين؟ قالوا هيتولد امتى؟ قالوا البلد اللي هيتولد فيها نوعها ايه؟ اللي هيتربى فيها؟ قالوا لما هيغير سكنه هيحصل ايه؟ يا سلام، لما جه كفر نحوم يقول علشان يتم المكتوب الشعب الجالس في الظلمه ابصر نورا عظيم. اتقال عنه انه هيهرب لمصر وانه هيجي من مصر، لكن تعال بقى وفكر في اخلاقه اللي تنبأ عنه. لا يصيح، لا يرفع، لا يسمع احد في الشوارع صوت، قصبه مردوده لا يقصف، فتيله مدخنه لا يطفئ، يشفي منكسر القلوب. وصفوا الخدمه والاخلاق، لكن تعال عند صليبه واتفرج على اللي اتقال. كتبت الكتب عن صليب يسوع المسيح، كيف سيموت، متى سيموت، ماذا سيقول وهو معلق على الصليب. تتصور ان الكلمات اللي كان بينطق بها على الصليب مكتوبة؟ إلهي إلهي لماذا تركتني مكتوبة. قال أنا عطشان لكي يتم الكتاب اللي بيقول في عطش يسقونني خلا. كلام اللي قاله في الآخر يا أبتا في يديك أستودع روحي مكتوبة. الكلام اللي قاله على الصليب، مين هيتصلب جنبه؟ اتقال مين هيتصلب جنبه. هيدفن ازاي؟ اتقال هيدفن ازاي. هيقوم بعد كم يوم؟ اتقال هيقوم بعد كم يوم. هيعمل ايه لما يقوم؟ اتقال. كل شيء كان الكتاب المقدس كله يدور حول يسوع المسيح. يسوع المسيح بيقول انه هو والآب واحد. يسوع المسيح بيقول انه كل الكتاب يتكلم عنه. وماذا عن علاقته بالزمن؟ الزمن اللي بيننا وبينه طار. الزمن اللي وانتوا صغيرين كده، انتوا ما بيفرقش معاكم الزمن. لما بقول لك عمرك قد ايه بتزود سنه او سنتين غالبا، عشان يعني مش البنات لكن اقصد الاولاد يعني، علشان كده. لكن احنا دلوقتي بيبقى سؤال محرج لما حد يقول لي سنك قد ايه، واقول يا سلام كنت اتمنى لو كان سالني من سنتين ثلاثه كانت الاجابه هتكون الطف. الزمن، نحن في صراع مع الزمن، نحن نشعر ان الزمن تص من أعمارنا. يسوع المسيح واقف برا الزمن، تصور وهو جوا الزمن، وهو مع الناس جوا الزمن، واقف برا الزمن وبيقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. تخيل، ويقول للآب لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم ومجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل كون العالم. يتكلم عن وجود خارج الزمن وهو يتكلم في داخل الزمن. ايه ده؟ ايه ده؟ والشيء الرابع، علاقته بالبشر. علاقته بالبشر، احلى بني ادم، احلى بني ادم انه يكون حلو مع الناس، صح؟ يكون حلوين مع بعض كده، يعني اودك وتوديني، اخدمك وتخدمني، اكرمك وتكرمني، اديلك وتديني، احترمك وتحترمني، اسمع رايك وتسمع رايي. ده قمه الجمال، مش اقهرك واديلك على دماغك واخد منك، لا لا لا، لكن يكون في احترام. بس يسوع المسيح كان بيتكلم عن علاقة بالبشر غريبة قوي قوي قوي. تصوروا مثلا يقول أنا أغفر لهم خطاياهم. يا عم حاسب، من يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ في لوقا 5 يبص الراجل ويقول له مغفورة لك خطاياك. في لوقا 7 يبص الواحدة ست ولا مغفورة لك خطاياك. يفتح السماء قدام اللص يقول اليوم تكون معي. يا عم حاسب أنت بتتحكم في مصائر البشر؟ يقول يس يس أيوه أيوه أنا أغفر الخطايا. لا كمان يقول لك الآب لا يدين أحد، قد أعطى كل الدينونة للابن. هو اللي هيدين البشر. ينهار زي بعضه. يا عم حاسب أنت اللي هتغفر، وأنت كمان اللي هتدين. هو أنت مين؟ هو أنت مين؟ سؤال مفروض أنك تجاوبه وأنت بتسمعه. بيقول أنا أغفر الخطايا وأنا أدين، يعني كل إنسان هيقف أمامه، جميعا سنظهر أمام كرسي المسيح، ما فيش حد مش هوقف قدامه. لا ده مرة كمان يقول تأتي ساعة حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. هو اللي بيدي الحياة. طب كفاية الثلاثة دول، يغفر خطايا، يدين الخطاة، يدي حياة، يطلع مين ده؟ بصوا بقى،
شخص يتكلم عن علاقة بالله بهذا الشكل، وعلاقة بالكتب بهذا الشكل، وعلاقة بالزمن بهذا الشكل، وعلاقة بالبشر بهذا الشكل، حاجة من ثلاثة: إما يكون بيكذب، إما يكون مجنون، إما يكون مش مجرد إنسان. أعتقد عندي أربع أشياء تخليني أرفض الاحتمالين الأولانيين. ما أقدرش أبداً وأنا بقرأ عن ذكاء يسوع، وده يعني ممكن أخد فيه نص ساعة لوحده أتكلم عن ذكاء يسوع وقدراته العقلية الفزة وإمكانياته التحليلية المخيفة ورؤيته الثاقبة في كل شيء وبصيرته النافذة من وهو عنده 12 سنة. 12 سنة كان المعلمين يسمعوه باندهاش، وبعدين يقول بوهتوا، كان يسمعهم ويسألهم، بوهتوا من فهمه ومن أجوبته. يعني هو عنده 12 سنة كان بيسألهم احتراما للسن، ما يعرفوش يجاوبوا، يضطروا هو يجاوب، فكانوا بيندهشوا. هو عنده 12 سنة وقعد كم يوم في الهيكل عمل الحلقة دي، الحلقة النقاشية، يعني احنا 3 أيام بنروح ونيجي، ها دول 3 أيام قاعدين مع يسوع اللي عنده 12 سنة قاعد في النص كده، كان لسه بيطول على فكرة، كان لسه بيكبر، قاعدين الشيوخ يسمعوه في حالة انبهار. فاعتقادي انه لا يمكن، من دراستي لعقله لا يمكن ان يكون خارج العقل. وماذا عن اخلاقه؟ هل الذي احب وغفر وضحى وانحنى، هذا الذي لم يشتهي امرأة ولا ثوبا ولا بيتا، هذا الذي شفى الجميع بدون مقابل وأطعم الجياع وأنفق نفسه من أجل الآخرين وفي النهاية أطاع حتى الموت، موت الصليب، هل هذا الذي كان يستطيع أن ينجي نفسه لكنه لم ينجي نفسه لإتمام إرساليته، لأنه عرف أن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وادي الشهادة هو بيت الوادي اللي مليان بثمر، ده جاي من ورا مين؟ ها؟ جاي من ورا يسوع الذي أحب ووقع في الأرض ومات. وعلى فكرة، من كام شهر كان في كده اجتماع زي شباب زيكم جميل في أتلانتا في أمريكا، كان في 40,000 شاب، فليه ثمر في كل التاريخ في كل البلاد. هل هذا الشخص الذي وضع نفسه حتى الموت يكذب مثل هذه الأكذوبة الجبارة؟ عقله، أخلاقياته، معجزاته، هنا يأتي دور معجزاته، كانت تؤكد صحة كلامه ومزاعمه عن نفسه من يكون، ثم في الآخر قيامته من الأموات. عندما أتأمل في معجزات يسوع وفي عقل يسوع وفي أخلاق يسوع وفي قيامة يسوع، لا أستطيع أن أقبل أن هذا الشخص كان خارج العقل أو الأخلاق. ولا يبقى أمامي إلا هذا التحدي: من يكون يسوع المسيح طبقا لما قاله عن نفسه؟ أنه واحد مع الآب، أنه غافر خطايا البشر، أنه خارج الزمن، أنه موضوع كل الكتب المقدسة. إخوتي الأحباء، ما عنديش غير هذا التعبير، هو صورة الله غير المنظور. أسمعها منكم: صورة الله غير المنظور. مين الشخص ده؟ صورة الله غير المنظور. كل اللي فات كان المقدمة، دلوقتي أقدر أبدأ الوعظة بتاعتي بقى عن صورة الله غير المنظور. لا ما تخافوش. مين يكون الشخص ده؟ بناء على اللي قاله عن نفسه، هو صورة الله غير المنظور. كلمة صورة والله كلام شوي عايز فك، فهفكهم واختم بيهم. ركز معايا، مركزين معايا؟ هم قالوا لي الشباب في One Thing بيفرح ما بيركزش، قلت لهم كذب، شباب One Thing أجدع شباب وهيركزوا وهم مركزين زي الفل معاه. فأنا متأكد، أنكم مركزين معايا 100 100، صح؟ عظيم. بص كده، لما بنقول مين الله، ركز معايا الحتة دي مهمة أوي.
انت عمال تقول الله 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 الله. مين الله؟ مين الله؟ عايزين تعريف. في ناس فكرت وحط التعريف من ثلاث كلمات بالإنجليزية هترجمه لك وفعلا تعريف ده يملى الدماغ. قالوا كده The greatest conceivable being، أعظم كائن يمكن تصوره. سهلة؟ مين هو الله؟ أعظم كائن ممكن تصوره. صح، ما حدش يختلف على التعريف ده. من هو الله؟ أعظم كائن ممكن تصوره. بس هنا عندي مشكلة كبيرة قوي، ركز معايا في اللي هقوله ده، أهم كلمة، إن مفهومي عن العظمة هيأثر على مفهومي عن الله. صح؟ لا ما جبتوهاش دي، برافو عليكم، حلوة الصراحة، هقولها تاني، بس هي مهمة قوي وسهلة، ولو فكرت فيها هتجيبها وتفرح قلب الله يفرح قلبك، يعني خليك معايا كده علشان ما تروحنيش مكسور الخاطر وحاسس ان انا ما وصلتش اللي انا عايز اقول. مين ربنا؟ اعظم كائن يمكن تصوره. اعظم 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 اعظم. هنا باجي عند نقطه خطيره وبقول مفهومك عن العظمه هيأثر على مفهومك عن ربنا. صح؟ اوضح شويه. مين هو العظيم؟ ايه هي العظمه؟ يعني لو رحنا قرية من القرى وقلنا لهم مين أعظم واحد في البلد؟ هيقولوا مين؟ العمدة. شفت عمدة أنت قبل كده؟ بجد شفت عمدة؟ أنا شفت عمدة زمان وأنا صغير، اتربيت شوية في الصعيد فكنت أشوف العمد. العمدة ما يسلمش على الناس، الناس اللي تروح تسلم عليه، وفي الحقيقة هم ما بيسلموش عليه، هم بيسلموا على إيده، فكانوا ياخدوا إيده من جنبه ويسلموا عليها ويرجعوها له تاني علشان حضرة العمدة ما يصحش ان هو يعني مد ايده كده، لا. فكنت اشوف بعناية يجي الراجل الغلبان يوطي ويروح واخد ايد العمدة من جنبه يسلم عليها ويبوسها وبعدين يرجعها له. طبعا ما هو يتعب ويرجعها تاني، دي تبقى يعني قلة اخلاق من اللي سلم عليه. دي العظمة. العظمة بقى انك تمشي كده، اولا لازم يبقى فيه كرش ضخم جدا، طبعا ما ينفعش تبقى عظيم من غير ما تبقى كبير، لازم تبقى كبير، لازم تبقى أكبر من أي حد، كبير قوي عشان تبقى عظيم. ولما تقعد على كرسي تملاه كله، ما تسيبش فيه حتة، كبير وتقيل وضخ، وتقول كلمة والكل يسمع وما تناقش وما تفكرش. هي كده العظم. ما ليه يعني؟ سيطر، كبير، محمد رمضان في أيامنا السودة دي. تصورنا عن العظمة. اسمعني طب في اللي هقوله لك ده علشان الوقت. جاتني شابة مسيحية مؤمنة جميلة قالت لي بص عشان أكون أمينة معاك، أنا لما بقرأ الكتاب المقدس وبقرأ عن حياة يسوع بشك انه هو الله. قلت لها الحقيقة انا كمان زمان جات لي شكوك كتير انه هو الله، بس قولي لي ليه بتشك فيه انه هو الله؟ قولي لي حاجة كده في حياته ولا في اخلاقه ولا في عمايله خليتك تشك انه هو الله؟ قالت لي لا، بس بصراحة كل ما ببص عليه، اسمع ده بالحرف اللي قالته لي، التصور اللي عندي عن عظمة ربنا ما ينفعش يركب على الشخص ده، ما ينفعش. يعني أنا مش قادرة، ربنا بعظمته هنا. قلت لها رائع، ده كده يعني أنت حطيتي إيدك على السبب ليه شكيتي فيه، بس هذا يعني أن أنت عندك تصور مسبق عن عظمة ربنا. قلت لي آه عظيم. جبتي منين حضرتك؟ جبتي منين التصور ده؟ سكتت شوية كده وهرشت في راسها. جبته منين؟ جبته منين؟ جبته من الناس، من الأسرة، من المجتمع، من الثقافة. أنا ساعدتها في التحليل شوية، قلت لا لا، الموضوع ببساطة كالآتي، أنت بتسمعي من صغرك ربنا عظيم، نمرة 2 المجتمع بيديلك تعريف للعظمة،
نمرة ثلاثة، يبقى ربنا عظيم بالشكل ده. نمرة أربعة، أقرأ عن يسوع ما لقهوش عنده العظمة اللي اداها المجتمع لكلمة عظيم، يبقى ما ينفعش يكون ربنا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كلام فارغ، كلام فارغ، لأنه كل ثقافة، كل عصر، كل قرية، كل بلد، كل قطر بيدي مفهوم للعظمة زي ما هو عايز. يعني العظمة في مطعم شيك في فرنسا غير العظمة في غرزة في قرية، صح؟ هنا العظمة حاجة وهنا حاجة تانية. تخيل لو أنت قاعد في الصحراء من 1000 سنة تتخيل مين أعظم حد، مين أكبر حد، مين أفخم حد، مين أجمد حد، أكيد هيبقى عندك تصور معين. وبعدين تحط معاها ربنا عظيم، يبقى ربنا بهذا الشكل كارثة كبيرة، كارثة، مصيبة سودة، مصيبة سودة. أخوتي الأحباء، جاء يسوع المسيح لكي يعطينا تصور عن الله، لا لكي نفرض تصوراتنا عن العظمة على الله. اسمعني في العبارة دي، جاء يسوع المسيح لكي يعطينا التصور الصحيح عن الله، ولا يتركنا ضحايا أن نفرض نحن تصورات معينة مأخوذة من الثقافة عن العظمة على الله. جينا جينا من المصيبة دي، جاي يورينا صورة الله غير المنظور، وابتدى يورينا بقى العظمة الحقيقية. خلوني أحكي لكم حكاية أخيرة واختم بيها. مرة جاتني عيلة، حكاية أنا مغير فيها شوية علشان يعني ما يستدلش على أي من شخوص القصة. يعني العيلة جاية زعلانة جدا، العيلة من الطبقة المتوسطة المتعلمة الراقية، لكن مش ناس أغنياء. ربنا أكرمهم، كافحوا كفاح شديد من أجل تعليم أولادهم، علموهم أعلى مستويات التعليم. عندهم بنت وحيدة جميلة جدعة شطرة متفوقة، نجحت في كل شيء، ومن أكثر الحاجات اللي تلفت النظر فيها كانت تحب العمل الإنساني والعمل التطوعي، وتروح في مناطق الكوارث وتسافر لأفريقيا حيث يوجد فعلا عمل حقيقي لمساعدة المساكين. كانت البنت بتروح، أصبحت مشهورة ومعروفة، وفجأة دق باب الحظ أبواب البيت، وجي راجل شاب وسيم مفتول العضلات من أغنى عيلة في البلد، لو اللي أخطر من كده، يعمل في أعلى جهة سيادية. ترعبتوا؟ تخافوش. تقدم، والأسرة طبعا شعرت أنه ياه أخيرا هنناسب البلد، أخيرا هنبقى يعني ياه ربنا هيعوض تعبنا خير، صبرنا ونولنا، يعني تعبنا في تعليم ولادنا لكن هو ربنا بيعوضنا، بس ان شاء الله البنت كده تحط عقلها في راسها وتمشي الجوازه علشان يعني الدنيا تبدا كده تضحك لينا. وفعلا البنت اتخطبت، بس بعد 3 شهور اتفكت. ولما اتفكت هنا لجأوا للطبيب. البنت دي اتجنت، ازاي ده راجل عظيم؟ فبسألها انت ايه وجهة نظرك؟ قالت لي الحقيقة انا ما بلومهمش ابدا ابدا، وبجد هم صعبانين عليا، وانا مقدرة الموقف السخيف اللي انا حطاهم فيه، مقدرة ان انا فعلا حطاهم في موقف زي الزفت. طب يا بنتي امال ايه المشكلة؟ قالت لي ببساطة تصورهم عن العظمة غير تصوري انا عن العظمة. أثارت فيا حب الفلسفة، قلت لها أنت بتتفلسفي، اشرحي لي بقى الله يطول عمرك إيه مفهومهم للعظمة وإيه مفهومك أنت للعظمة. قالت لي 4 حاجات ركز فيهم. الحاجة الأولانية، قالت لي أنا أرى أن الثراء هو ثراء الشخصية وليس ثراء الجيوب. أنا شفت قصور معاه ما شفتهاش في عمري، شفت سيارات، شفت يخوت، شفت أشياء لا تخطر على البال، بس الشخصية فقيرة، الشخصية مسطحة، ما فيش عمق،
مفيش فكر، كنت بحفر ما بلاقيش حاجة كده تبهرني. الشخصية فقيرة والجيوب مليانة. يا دكتور الغنى مش غنى الجيوب، الغنى غنى الشخصية. قلت له الله يفتح عليكي، ايه تاني؟ قلت لي بصراحة على ايديه في الثلاث شهور كرهت حاجة اسمها السلطة. لما بندخل مكان الدنيا بتتربك، الكل بيجري، الباشا وصل، لازم كلنا ننفذ، لازم كله. قلت لي كنت بقارنه بشباب العائلات المحترمة اللي كانوا بيروحوا معايا للمكان المنكوب، كنت بشوفهم في الطين والتراب بيطعموا وبيداووا بيبنوا وبيريحوا. كنت بقول هي دي العظمة الحقيقية. العظمة مش ان لما تدخل مطعم يجري وراك عشرة، العظمة مش ان كل الناس تعظم لك وتقول لك كلام تحب تسمعه. العظمة شفتها في الشباب ده اللي بيخلع المناظر وبيحط روحه في الطين من أجل الغلابة. كلام يعجب، صح ولا مش صح يا بنات؟ سيبكم الشباب دلوقتي، ركزوا معايا انتم. الكلام ده ايه رأيكم فيه؟ اوعى تكون واحدة فيكم مهبوشة في دماغها وتفهم العظمة زي العيلة دي. الحاجة التالتة قلت لها ايه كمان؟ قالت الحاجة التالتة أمه مريضة بالكبد، كان عنده استعداد يبعتها أعظم أماكن في العالم ويأجر أشهر دكاترة يسافروا معاها فيرست كلاس، بس عمره ما سهر ليلة معاها. كنت أحب أشوفه واقف جنبيها، بس هو الحقيقة كان بيحب يرتاح، ما بيقدرش على التعب. قالت لكن كانت المصيبة الكبرى عندما أكد العلم أنه لن تعيش إلا إذا أعطاها ابنها جزء من كبده، وهنا رفض رفضا باتا وماتت الأم. فأين العظمة؟ أين العظمة؟ قلت لها يبقى معنى كلامك أن مفهومك عن العظمة يتلخص في أربع أشياء. الشيء الأول ثراء الشخصية، الشيء الثاني خدمة المتعبين، الشيء الثالث التضحية بالراحة من أجل الآخرين، الشيء الرابع الحب الذي يضحي بالغالي والرخيص. قلت لي هي دي العظمة اللي أنا بدور عليها، هي دي العظمة. وأنا عايز أقول لك إذا كنت أمين، إذا كنت أمين، إذا كنت أمين في مناجاتك لله العظيم، إذا كنت أمين في رغبتك أن تعبد الله العظيم، عليك أن تسأل نفسك ما هي عظمة الله؟ هل هي عظمة الله كما صورتها هذه الأسرة؟ أم كما صورتها هذه الفتاة؟ أرى في عينيك بريقا يقول أنك متعاطف مع تعريف الفتاة، ده لأنك عندك شيء من الأخلاق والرقي. اقرأ حياة يسوع المسيح ودور على الأربع أشياء دول، دور على الكاركتر، دور على الشخصية. امبارح كنت بتغدى مع مراتي وعيالي، وده ما بيحصلش كتير للأسف، واحنا قاعدين قلت لهم بكرة عليا وعظة عن شخصية يسوع، فعايز أسألكم كل واحد يجاوب ايه أكتر حاجة بتشدك في شخصية يسوع. أول واحدة اتكلمت مراتي، قالت لي كان رهيب في تحننه، طبعا عشان هي ماما، كان رهيب في تحننه وتفاعله مع كل إنسان، مع الصغير ومع الكبير، مع الأطفال يحضنهم، مع العواجيز يمسك بإيديهم، مع الأبرص اللي ما حدش لمسه يقرب ويلمسه. رهيب. اتشتم في مرة بين الناس قالوا له أنت سامري وبك شيطان، قال لهم أنا ليس بي شيطان، بس مرضيش يقول أنا لست سامرين عشان ما يجرحش شعور حد من السامرين لو كان حد واقف. كان رائعا في تعاطفه، كان بديعا
في تحننه. سبع مرات يتقال عنه تحنن يسوع، تحنن يسوع، تحنن يسوع. ابني الكبير يوسف قال بصراحة كان بيعجبني في حاجة غريبة، قلت له قول، قال لي كان دايما مسيطر، رهيب في القوة، بس في نفس الوقت كان بيشتغل طبقا لخطة الله ومشيئة الله بشكل رهيب. وقال عندي حلم كنت أتمنى أشوف الصبح لما يصحى يستلم الخطة من ربنا إزاي ويقول له هنعمل إيه النهاردة، منتهى القوة والاستقلالية ومنتهى الخضوع والطاعة لأبيه، مفيش تمرد ومفيش تبعية وخنوع. بصراحة حاجة تملى الدماغ، صح؟ الصغير فكر وقال لي الحب، هذا الشخص بيبهرني بالحب. الحب؟ قلت له إيه هو الحب؟ ودخلنا في نقاش طويل. في النهاية قال لي الحب سر، الحب لا يشرح، الحب لا يمكن أن يفهم. ويسوع جسد الحب الذي لا يشرح. عندما ترى يسوع متحركا أنت ترى الحب متحركا، وهذا عادي لأن الله محبة. فعندما أرى يسوع يتحرك أرى لغز الألغاز يتحرك. كيف أن هذا الشخص كان يتكلم ويفعل ويعمل ويقول ويشفي؟ سر. بس لو عايز تعرف ليه المسيح لغز، لأن الحب لغز، ولأن الله لغز، ولأن الله محبة. قالوا لي وانت ايه رأيك؟ قلت لهم حاجات كتيرة بتبهرني فيه، لكن بيبهرني انك يا اخي ما تعرفش تتوقعه ابدا، ما هوش محفوظ ونمطي، ما تقدرش تعرف هيعمل ايه ازاي. جميل وهادي وبديع ودماغ ورائع وكل حاجة حلوة فيه، بس ما تقدرش. أدي لك مثل، قوم ثلاثة ميتين، في الميتة الأولى دخل يغيظ الناس، دخل يغيظهم كده، ده من أولها كده. فدخل يوم عاملين هيصة والناس بتعيط، في جنازة وبنت عندها 12 سنة، فيقولهم لماذا تبكون ولماذا تضجون، إنها ليست ميتة إنها نائمة. بصراحة حاجة تغيظ يعني، أنا ما أعرفش ليه هو قصد يغيظهم، بس أعتقد يعني أعتقد أنه بصراحة كان حاسس أن الجنازة دي منظر، أصل الراجل ده رئيس المجمع، وأنتوا عارفين لما حد كبير يموت له حد، يا حبيبتي يا ضنايا يا بنتي ولطم وصراخ ولابسين أسود. وبعدين وهم قاعدين الستات بقى اللي عمالين يعني بتشحتفوا من كتر البكا، تدخل واحدة لابسة أحسن شوية تقول هي دي مرات مين؟ هي دي جات منين؟ عارفين أنتوا شغل الجنازات ده؟ فأنا أعتقد أنه هو دخل متغاظ منهم فقال لهم لماذا تبكون إنها لم تمت إنها نائمة. ودخل قال لهم حدش يدخل معايا، دخل أبوها وأمها مسك البنت قال لها قومي، قال لأبوها وأمها قالت لها أكل يلا خلصونا فضوا الجنازة دي، فضي الجنازة وخلص. جميل صح؟ بصراحة ممتع، ممتع يعني، أنا بيملى دماغي يعني، أنا لو عايش في الدنيا معاه ما كنتش أسيبه لحظة، فعلا أمشي وراه أتشحتف وراه، بس أتأمل وأحب وأعجب وأعبد وأخدم وأتعلم. بصراحة حاجة يعني تشرف، حاجة تشرف، حاجة تشرف. أتحداك تطلع لي حاجة فيه أختشي منها، أتحداك تطلع لي حاجة فيه في القرن 21 أختشي منها. لا أكل ولا شرب ولا أخلاق ولا تعاملات ولا سلوكيات، أتحداك. أنا مستعد طلع لي حاجة واحدة أختشي منها، طبعا مش أقدر أسيبه، بس يعني يبقى علمت علي زي ما رفيق صاحبي يقول، يقول علمت علي، علمت تبقى علمت علي لو طلعت لي حاجة واحدة أختشي منها. مفوش مرة تاني دخل قرية رايح لهم مخصوص بقى، امرأة عندها ابن شاب وحيد ميت محمول في نعش، بص المنظر، فلما رآها تبكي تحنن يسوع. ما راحش للنعش حبيبي يسوع، ما راحش للنعش، راح لها طبطب عليها، لا تبكي لا تبكي، وذهب ولمس
النعش. واو واو، انت بتعمل ايه؟ انت بتتصرف ازاي؟ كنت تخيل تقول لهم نزلوا نزلوا طلعوها نصلي له نقومه. لمس النعش فوقف الحاملون وتحرك الشاب فأخذه ودفعه إلى أمه. جميل جميل، لمس وقف، كل وقف، معرفش رجلهم اتسمرت أول ما لمس النعش، قوم الواد، بس خد الواد بإيده، ودي أحلى حاجة في القصة، خد الواد بإيده وراح سلمه لمين؟ لأمه. جميل، قول جميل جميل جميل، قول جميل 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 يسوع، جميل يسوع. موقف الثالث بقى، لا غاظ الناس ولا تحنن، لا، ذهب بقلب كثير، ذهب حبيبي يسوع ليشترك مع أحبائه في ألمهم، ودخل عندهم. مرثا تقول له لو كنتها هنا لم يموت أخي. حاول يعزيها ويشجعها، مرثا مش جايبة يا حرام، مش قادرة يا مرثا، أنا هو، هو واحدة من كلامه ده أنا ما كنتش عايز أقولها يعني، بص، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. إيه ده؟ في إنسان يقول الكلام ده؟ في نبي يقول الكلام ده؟ في حد يجرؤ ينطق بالكلام ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ بس لو هو بقين كلام نقول كلام، لكن حضرتك بعد كده أول الراجل اللي ليه أربع أيام منتن ومعفن في القبر، قومه قومه، ما بيقولش كلام. فلما بيقول أنا هو القيامة والحياة، تقول لي لا، ما هم ألفوا، هو ده كلام حد يعرف يألفه يا عم؟ واحنا عارفين نفهمه؟ ده احنا بعد 2000 سنة مش عارفين نفهمه، هنألفه؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت. حيلك، مين من البشر يألف كلام زي كده؟ ولا حد فينا قادر يفهم أبعاد الكلام ده. هو حد فينا عارف يفهم يوحنا 17 لغاية النهاردة عشان تقول لي ألفوه؟ وعلى فكرة اللي كاتب يوحنا 17 ده واحد صياد، يعني واحد صدقني ما عارفين نفهمه، بس هو كذا كلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لكن النقطة الأخيرة، قال لهم أين وضعتموه؟ الرب، الكلمة اليوناني اللي ترجمت اضطرب، جأر غاضبا، طبعا انتوا مش عارفين يعني ايه جأر، يجأر غاضبا يعني بانفعال شديد وغضب، كان يعلن كراهيته للموت ويعلن أنه داخل على نزال شديد مع ملك الأهوال، سيدخل إلى أبشع معركة، سيدخل في معركة مع الموت، وكان عليه أن يقدم برهان في هذه الحادثة أنه هو البطل المنتصر الذي سيقهر الموت، ليس في موقعة بيت عنيا لكن في موقعة أخطر في الجلجسة، كان عتيد أن يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، قد دخل إلى الجلجسة لكي يقهر ملك الأهوال، ومن هو ملك الأهوال؟ هو الموت. فجأر غاضبا وأعلن استعداده للتحدي فقال أين وضعتموه؟ فذهبوا به إلى القبر، قال لهم ارفعوا الحجر عشان تشموا عشان تعرفوا إيه اللي حصل. رفعوا الحجر وقال يسوع لعازر هلما خارجا، فخرج الميت، وقال واحد لولا أنه قال لعازر لكان كل الأموات قد خرجوا، لكنه حدد بالاسم لأنه لم يأتي بعد وقت قيامة الأموات. وعلى فكرة اللي هيقيم الأموات هو يسوع المسيح، سواء شئت أم أبيت، يسوع المسيح هو الذي سيقيم الأموات وسيغير الأحياء. قال هلم خارجا فخرج الميت، لكن كان هذا مجرد نموذج للمعركة الأعظم عندما يدخل يسوع إلى الموت بالنيابة عني وعنك وعنك. أحبائي، صراع القادة ورجال الدين والذين أسسوا الديانات هو صراع مع الموت، وجميعهم قهرهم الموت، وبعضهم كان أداة في يد الموت،
جاء يسوع لكي يقهر الموت، جاء يسوع لكي يعطي الحياة. يسوع المسيح جه ياخد موتي، يشرب موتي، ياكل موتي ويديني حياته. هقول تاني، صراع القادة مع الموت، إما قاهرهم الموت أو كانوا أداة في يد الموت لإماتة الآخرين، جاء يسوع يقول أتيت، يوحنا 10:10، لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. جه يسوع يحارب المعركة اللي أنا ما أقدرش عليها. قد أستطيع أن أحارب الجهل، قد أستطيع أن أحارب المرض، قد أستطيع أن أحارب الظلم، لكني لا أستطيع أن أحارب الموت. الموت يقول عنه بولس آخر عدو يبطل هو الموت. لكن اسمع ماذا يقول عن يسوع المسيح في تيموثاوس 2:1، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بتخاف من الموت؟ مقتنع أن الموت عدو؟ موت بشع، أنا بكره الموت من كل قلبي، بس ما بخافش منه لأن يسوع غلبه. وعن قريب جدا سنهتف جميعا، نحن وإخوتنا الذين سبقونا، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ يسوع بيحارب لك عدوك. عدوك مش الإدمان، عدوك مش الزنا، عدوك مش المواقع الإباحية، عدوك مش العادات الردية. عدوك الكبير هو الموت اللي بيجري في روحك. روحك ميتة، روحك مغمورة في الموت. انت محتاج حد يغلب موتك، ياخد عنك موتك ويدي لك حياة. هكذا يقول بولس في غلاطية 2:20، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. حد مشتاق، حد نفسه في غلبة الموت، النصرة على الموت وامتلاك الحياة؟ يسوع بيننا الآن، صورة الله غير المنظور. قوموا بينا نقف قدامه، قوموا بينا نفتخر بيه، قوموا بينا نفرح بيه، قوموا بينا نسبح له، قوموا بينا كمان نطلب غلبته ونصرته. اللي لسه مش عارف من يكون يسوع يحاول يعرفه. فكر في اللي أنا قلته، ما هو تصورك عن العظمة؟ ما هي عظمة الله في نظرك؟ اقرأ ما قاله يسوع المسيح عن نفسه، فكر علشان تجاوب إجابة صحيحة. من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ مين هو يسوع؟ غمض عينك معايا وانتظر إعلان من الروح القدس الآن يعلن لك من هو يسوع. الكلام اللي أنا قلته كلام، كنت بصلي قبل الاجتماع وبقول له يا رب أخرة اللي هقوله كلام، لكن أنت ما فيش كلام يوصفك. أنا نفسي الروح القدس يرسمك، يرسمك قدام العيون. غمض عينك وخلي الروح القدس يرسم لك يسوع. اطلب الطلبة دي، غمض عينك، غمض عينك علشان روحك تخترق العالم الروحي، واعطي لروح الله فرصة تريفيل، أن يكشف، أن يكشف، أن يكشف. زماننا ربع العدوية قالت له كشفك للحجبة حتى أراك، نفسي يتكشف الحجاب عشان أعرف أشوفك. قولي له يا رب ارفع الحجاب عن عيني وعن قلبي علشان أعرف أشوفك. قول له يا رب شيل البرقع اللي على عيني وعلى قلبي اللي مخليني مش قادر أشوف مين هو يسوع المسيح. روح الله هنا لكي يعلن. قال يسوع يأخذ مما لي ويخبركم. أخبركم يعني يشرح، أنا ما أعرفش أشرح يسوع، روح الله يشرح يسوع، اسمه روح المسيح. أطلب الطلبة دي، ما تطلعش النهاردة وتروح من الوادي اللي أنت واخد إعلان جديد عن يسوع المسيح. مين هو يسوع المسيح؟
خدني قدام عرشك وريني جمالك وريني عينيك خدني قدام عرشك وريني جمالك وريني عينيك جميل 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 عظيم 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 يسوع يسوع جميل 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 عظيم 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 يسوع خذني قدام عرشك خذني قدام عرشك وريني جمالك وريني عينيك خذني قدام عرشك الوحيد هو يسوع هو المسيح فدية هو يسوع الإله واحد الوحيد أشرق بمجدك أشرق بمجدك المشرق من العلاء افتقدنا بأحشاء الرحمة من هو قبل الزمن وخارج التاريخ دخل التاريخ من ليس له علاقة باللحم والدم صار جسداً
وحل بيننا. من يملأ السماوات والأرض بمجده ولد في مذود وعاش بين الفقراء لكي يغنينا بفقره. الله الذي هو محبة برهن طبيعة الحب ليس بشعر أرسله لنا ولا بقصيدة كتبها على السحب نقرأها في كل صباح، لكن الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا. أحبني، قول معايا أحبني. أحبني ومات عن ذنبي، أحبني ليغفر خطيتي، أحبني ليخرجني من موتي ويعطيني الحياة. يسوع ابن الله، صورة الله غير المنظور، بهاء المجد ورسم الجوهر، الكلمة الأزلي المعبر عن الآب من الأزل وإلى الأبد، الكائن في الحضن، خرج من عند الله، خرج وإلى العالم أتى لكي يعرفنا أن الله محبة، ليعرفنا أن الله محبة ليس بشفاء المرضى وإشباع الجياع، لكن بأنه وضع نفسه من أجلنا. لو كان الله لا يحب الظالمين والمعتدين والأشرار والأثمة والفجار والخطاة ما كان لي أمل، لكن الله في يسوع المسيح يحب الخطاة الذين أولهم أنا، وحبه لي يعطيني الحياة. الله الحب، الله الحياة، وعندما يغيب الله الذي هو محبة لا تبقى إلا البغضة ولا يبقى إلا الموت. جاء يسوع ليعلن شيئا واحدا، الله محبة. أحبك لأنك أحببتني، لأنك غفرت لي، خلصتني عني، ذبحت عاري، حملت على الصليب. يا يسوع حبك عجيب، حبك عجيب. أحبك لأنك أحببتني، لأنك غفرت لي، خلصتني عني، ذبحت عاري، حملت على الصليب. يا يسوع حبك عجيب، وإذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا، مات المسيح، مات وقام من أجلنا. وإذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا، مات المسيح، مات وقام من أجلنا. أحبك لأنك أحببتني، لأنك غفرت لي، خلصتني عني،
ليس حب، ليس حب مثل حبك، ليس حب مثل حبك، ليس حب مثل حبك لي، ليس حب مثل حبك، ليس حب مثل حبك، ليس حب مثل حبك50. كان في آلاف واقفة، أعتقد أنهم مش أقل من اللي واقفين قدامي، بس من وسط الآلاف اللي واقفة، بعد ما بطرس اتكلم في ناس قالوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ قال بطرس توبوا، توبوا، توبوا لتمحى خطاياكم، تعالوا لأن الوعد هو لكم، الوقت هو لكم. في ذلك اليوم 3000 خلصوا، فتحت قلوبهم وخلصوا. أنا أؤمن أن الآلاف تقبل المسيح الآن. نعم، ذكرت في بداية كلامي أن النور قد رحل عن أوروبا. عندما نرى الظلام في أوروبا نحزن، بس عندي خبر حلو، رحل من الغرب وجه للشرق، رجع مكانه. رجع لمكانه. لقد ذهب إلى أوروبا من الشرق وهو الآن يرجع. ملايين تعرف الرب في الصين، وهنا في الشرق الأوسط هناك آلاف تقبل المسيح مخلصا. ربما اليوم هو يومك أن تعرف الله الحي الحقيقي، أن تعرف صورة الله الحقيقية في شخص يسوع. هل تؤمن أن الله موجود؟ هل تؤمن أن الله يتداخل في التاريخ؟ أطلب منه الآن أن يكشف الحجاب، أن يرفع البرقع، أن ينير الذهن ويفتح القلب. أطلبي من أجل نفسك، أطلب من أجل نفسك. اللي قاعد قدام الشاشة، أو لو كنت هتشوف الكلام ده قدام اليوتيوب، اسمع الله يتكلم إليك، يريدك أن تطلب منه أن يكشف، أن يسقط، أن يرفع هذا الغلاف الثقيل الذي غلف عقلك لكي لا ترى الله. قل له يا رب عندي شو أعرفك، افتح عيني، أنر قلبي، نفسي في الحياة، كرهت الموت، في العلاقات موت، في الأخلاق موت، في الظروف موت، في الجسد موت، مشتاق للحياة. يا يسوع المسيح احييني، احييني، فأنت الروح المحيي، انفخ في نفخة حياة.
أريد أن أعرف ما في قلبك، أريد أن أشابه صورة ابنك، أريد أن أكون قرب قلبك، أن أنظر من قريب وأعاين وجهك، أريد أن أعرف ما في قلبك، أريد أن أشابه صورة ابنك، أريد أن أكون قرب قلبك، أن أنظر من قريب وأعاين وجهك، فالوقت قد حان لطلب وجهك يا مشتاق فرحانين بيه صح؟ وهنفرح بيه. بس على قلبي أقول لكم هو عنده طلب منكم. تحبوا تسمعوه؟ يسوع عنده طلب منكم خصوصا من الشباب. فكر معايا في اللي هقولها دي صعبة شوية واللي بعديها سهل. الله لما حب يعبر عن نفسه عبر عن نفسه في شخص مش في جمل. الله لما حب يعبر عن نفسه عبر عن نفسه في شخص. مفيش جملة ولا كتاب يقدر يجسد مين هو ربنا، لكن كان لابد أن الله يعبر عن نفسه في شخص، في عقل، في قلب، في حب، في عطاء. وطلع هذا الشخص هو يسوع المسيح. يسوع المسيح النهاردة عايز يعبر عن نفسه في مصر، بس مش هينفع يعبر عن نفسه في جمل، محتاج يعبر عن نفسه في شخص، شخصية. عايز عقول محترمة وعايز أخلاق محترمة. صراحة كده عايزنا نبقى شخصيات محترمة علشان نقدر نعبر عنه. فالطلب اللي بيطلبه يسوع بيقول لك تسلفني شخصيتك، تسلفاني أشتغل عليها، أنجرها ووضبها وجملها. أنا عايز ده اللي هو بيقوله، عايز ناس في الجامعات بتاعتها أحسن طلبة، عايز ناس في الشغل بتاعها أأمن ناس، عايز ناس وسط جيرانها أفضل جيران، عايز شخصيات، عايز شخصيات لما الناس تشوفها يقولوا دول مش بيعبروا عن نفسهم. مفيش ناس كده، دول بيعكسوا حد تاني. الكاركتر دي
الشخصية دي مختلفة. تمضي النهاردة مع الرب وتسلمه شخصيتك وتقول له اشتغل فيها يا رب، كبر لي عقلي، وسع لي قلبي، متن لي أخلاقي، خلي ضميري يبقى حساس أكتر، خلي رجلي تمشي صح، وإيدي تشتغل صح، وعيني تبص صح. أوعدك أقدم لك شخصيتي عشان تكشف نفسك، تكشف نفسك، تكشف نفسك، مش في كلام بقوله، تكشف نفسك في شخصية بحيا بيها بين الناس. تقدم له، تقدم له لو بتحبه، لو فعلا غالي عليك، قل له أنا بقدم لك نفسي ومستني إعلانك في شخصيتي لشعبك، لشعبي. شعبي مش مستني كلام، زهق من الكلام. شعبي مستني يشوف ناس بيعيش فيهم يسوع. قل له بقدم لك نفسي يا رب. أنت تعرف ما في قلبي، فهمت فكري ربي من بعيد. اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. أنت تعرف ما بقلبي، فهمت فكري ربي من بعيد. اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك، قربك، فحياتي معك تحلو لي، حياتي بدونك سراب.